وهذا التمزيق في حد ذاته على فكرة مرات بصير له فيما بعد بكون داعي من دواعي الإصلاح. إيش إصلاح؟ إصلاح الناس نفسها وإصلاح المجتمعات وإعادة الدماء جديدة، كثير أمور على فكرة في البشرية. ما يظنوش الناس هالمصائب هاي إنه يعني بمعنى آخر هي موت، لا، مرات هي في النهاية دماء جديدة، تحريك للماء الساكن. إني رأيت مكوث الماء يفسده وإن سال طابة وإن لم يجري لم يطب بشكل والأزد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق الكوس لم يصب. فإذا أنت ملاحظين، فمرات في لله قوانين سبحانه وتعالى. لما تيجي تبحث عن أصول الناس الموجودين الآن في فلسطين، منين هذول؟ من آلاف السنين، مرة حصل كذا، مرة حصل كذا، لما حصلت حروب الصليبية، لما كذا، لما كذا، لما كذا، لما وفي النهاية الإنسان بعيد يبدو تتجدد دماء، وبصير في تفاعل حضارات وتفاصيل طويلة، تفاعل حضارات حتى بدال أنت في مكانك وفاسد، تظلك في مكانك ليش؟ مش وقت إبادة، لأنه أنت الآن صارت في سنن ثانية كما قلنا.